الهدف. واو 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 السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا المراه. سؤال اليوم هو واش غادي تصوتي ولا لا؟ اجيو معايا نشوفوا الاجابات. ضروري ان شاء الله غادي نصوت على اللي بغيت انا، اللي غادي يخدم لينا وغادي يشوف فينا، ماشي عيري نتخبوا عليه ويمشي ما بقاش يرجع كاع نهائيا. خصنا نتخبوا على اللي غادي يوقف معانا، ولا مشينا ليه على شي حاجه يوقف معانا، ماشي غنتخبوا عليه ويمشي داك النهار ونهار الاخر نبقى نشوفوه حتى على 4 سنين. عادي يمكن لينا نشوفوه، ما يمكنش غنتخب على اللي بغيت انايا واللي غنتخب عليه. ضروري ضروري كنصوت دائما كل عام. غادي نصوت على لي جون اللي طالعين دابا، والاكثريه على هاد لي جون مساكين اللي ضايعينو، تلقاه بديبلوم مسكين ما خدام ما ردام، والخدمه قليله بالنسبه ليهم مساكين. المهم نصوت على اللي يستاهلها، ماشي شي واحد اللي غادي ويخدم لنا البلاد ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتمنى، والله يكمل عليكم وعليهم بخير وعلى خير. من حقي نصوت، مواطنه من حقي خصني نصوت، كل عام غنصوت باش نجي نحاول نغيروا نظام البلاد، نحاول نغير سميتو بزاف الحوايج، النظام ديال المواطن. كل عندك الحق تتي تصوتي. ياسر غادي نصوت في الانتخابات الله يودي، وسيرتو الا كانت شي مراه عندي في الكارتي، هذاك هو النهار الكبير نصوت عليها. تنعرفوه وداك الشيء وقدمنا راسو وعرفنا عليه بان راه مزيان، راه بصيف غادي نصوتوا، ولكن دابا لا كارت بعدا باقي ما جاتناش حنا من المقاطعه. انت علاش ما نصوتش؟ غنصوت الا على لقينا على من نصوتوا، شي حد اللي فيه النفيعه غنصوتوا، واللي ما فيه النفيعه ما غنصوتوا على حتى واحد. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم نسولوا المرا. سؤال اليوم هو واش غادي تصوتي ولا لا؟ الاجابات كانت مختلفة، كاين اللي قال ان غادي تصوت واغلبية العيالات المغربيات باغين يصوتوا، وكاين اللي قال اننا ما غاديش نصوتوا وما عنديش مع الانتخابات. نضربوا لكم موعد بحلقة جديدة مع سؤال جديد، الى اللقاء.